90,000 دونم من الأراضي البور في بحر النجف ومحافظة الديوانية سيصلحها ناظم أبو صخير الإروائي عند دخوله الخدمة نهاية هذا العام بحسب وزير الموارد المائية الذي زار موقع العمل واطلع ميدانيا على سير عمل الشركة الهولندية المنفذة، متحدثا عن أهمية كبيرة للمشروع الذي كان من المفترض إنجازه عام 1985. هذه السدة تخدم المرحلة الأولى من ما نسميه نحن مشروع كفر شنافية، مساحة 90,000 دونم في بحر النجف وفي هذه المناطق القريبة، ولدينا بعض يعني المناقشات من أجل الاتفاق النهائي على التوقيتات الزمنية، ولكن نحن مصرين أن يكتمل قبل نهاية هذا العام. الجنابي أكد أن سد الموصل لا خطر عليه وأن العمل فيه يجري بشكل طبيعي وعلى يد واحدة من أفضل الشركات في مجال صيانة السدود في العالم. سد الموصل يجري تشغيله بصورة طبيعية جدا، لا توجد لدينا مؤشرات في هذا العام مختلفة عما كنا نلاحظه خلال الأعوام الطويلة السابقة. لدينا مؤشر واحد هو أننا الآن نعمل بكثافة أفضل وبتقنية أفضل، تكنولوجيا أفضل، وبالاشتراك مع خبراء دوليين وشركة من أفضل الشركات بالعالم. الشركة الهولندية المنفذة تحدثت عن إنجاز 90% من الناظم الكبير حتى الآن، مشيرة إلى أن ما تبقى هو تركيب المعدات الميكانيكية لبدء العمل. نسبة إنجاز واصل فوق 90%، بس الباقي بس عندنا بس شغلة واحدة بأنه نجيب المواد الميكانيكية، قسم من عدها معظم المواد هي جاية الأجزاء نركبها وينتهي إن شاء الله. وفيما وضع الوزير حجر الأساس لمدرسة تضم 12 صفا تبرعت بها وزارته، تحدثت السلطات المحلية عن تعويض جميع الفلاحين المتضررين. تم تعويض كافة المزارعين والساكنين في هذه المنطقة والتعويضات كانت مجزية. وبحسب المسؤولين في وزارة الموارد المائية فإن المشروع لم يتبقى منه سوى تنصيب المعدات الميكانيكية ليدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام ويحيي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في النجف والديوانية. من أمام ناظم أبو صخير بالنجف، راجي نصير، الحرة.